روح الفانيلا الحمراء، جملة دايما بنسمعها لكن مش كتير يعرف السر الحقيقي وراها، ومفتاح السر هو الفانيلا البيضاء. القصة بدأت في عشرينات القرن العشرين لما الأهلي قرر يعمل فريقين. الفريق الأول كان بيلبس التيشيرت الأحمر، والفريق الثاني كان بيلبس التيشيرت الأبيض، وسموه وقتها الأهلي الأبيض. والموضوع ما وقفش لغاية هنا، لأن إدارة الأهلي قررت تعمل فريق ثالث ويلبس التيشيرت الأزرق، وسموه وقتها الأهلي الأزرق. والفرق دي كانت بتلعب في منافسات رسمية زي كاس مصر على فكرة، مش خاصة بالناشئين والشباب زي دلوقتي. ومن هنا جت فكرة ان مش اي حد يقدر يلبس الفانيلا الحمراء حتى لو في الاهلي نفسه. وطبعا كان في تنافس كبير ما بين اللعيبة، سواء لعيبة الفريق الاول اللي كانوا لازم يثبتوا انهم يستحقوا يلبسوا الفانيلا الحمراء فعلا، او لعيبة الفريق التاني والتالت الابيض والازرق اللي كانوا بيموتوا نفسهم في التدريبات والمباريات عشان يثبتوا انهم يستحقوا يلبسوا الفانيلا الحمراء. يعني مثلا الاهلي الابيض قدر يفوز على الفريق الاول للزمالك او المختلط زي ما كان بيتقال عنه وقتها في كاس مصر سنة 29، والموضوع ما كانش مجرد صدفة لانه قدر يفوز على الزمالك سنة 33، بس المرة دي كان كاس السلطان حسين. كل ده عشان يثبتوا نفسهم وانهم يستحقوا يتصعدوا للفريق الاول ويقدروا يلبسوا الفانيلا الحمراء.